اللي كيطرح نفسه ولا كيف ما الطريقه باش طرحتي لي انت هو انت هو داك الشخص اللي حرض ياسين وسهام ولا كيف ما قال يوسف الزروالي راه ماشي واحد الشخص. احنا غادي نقولوا باللي نورمالمون لا فيرسيون الحقيقيه سي كو احنا علاقتنا بياسين وسهام مازال علاقه متينه ومازال علاقه صداقه وعلاقه اخوه. مشيت كانت عندنا زياره انا ديجا كنت في مراكش مشينا باش نشوفو ونتعشاو معاه. الوغ بما اننا كنا من اللجنه المنظمه ولا بما انني كنت من اللجنه المنظمه ديال الحدث قال لي فوالا خلدون شوف اشنو وقع. حكى لي الحكايه بالتفاصيل. قال لي مشينا عند خبير مجوهرات خاص بالالماس وبالديامون وقال لينا باللي الثمن الحقيقي ديالو هو 600 درهم ولا 700 درهم. هنا انا براسي تشوكيت. نقول لكم علاش تشوكيت ولا غادي نشرح للناس علاش تشوكيت. حيت الطريقه كيفاش تعطى الخاتم ولا الطريقه ولا الضجه اللي دارت حول هذاك الخاتم باش ياخذوا ياسين وسهام العالم كامل والمغرب كامل عرف شنو كان واقع. هو كان قال لهم بلي هذا الخاتم هذا داير 40000 درهم ولا جو سي با 30000 درهم. اذا هنا ياسين وسهام حسبوا عليه على اساس انه مشروع. كنعرفوا حنا المراه المغربيه بعض المرات كتخزن فلوسها في خاتم ديال الذهب في سلسله ديال الذهب الى اخره. هو حسبوا عليه فلوس 4 المليون ماشي سهله. اذا انا غنقول راه في جيبي واحد 40000 درهم غنمشي نحاول نشوفوا شحال داير غنلقاها يلاه 600 درهم غادي نتشوكا. انا نصحته قلت له شوف اخويا وبصداقه حنا ياسين وسهام كنقول لكم بلي ياسين وسهام ما كانوش ناويين بتاتا انهم يخرجوا ما كانوش ناويين بتاتا انهم يقولوا شي حاجه. ولكن فاش مشيت عندهم انا قلت لهم نصيحه اخويه تقدروا تشاوروا مع حمزه موبيبي بما انكم عندكم تواصل معاه. هذا الشيء اللي قال له فوالا اخويا حمزه ها شنو وقع. حمزه قال له واش نشر هذا الشيء. قلنا خاص العامه يعرفوا راه ماشي خطا ماشي معيوره المول الخاتم ان الخاتم داير 40000 درهم هو 700 درهم ماشي معيوره. هذه معلومه الناس خصهم يعرفوها. حنا ما سبيناه ما قلنا له راك انت ماشي مزيان ما قلنا له راك انت خايب ما قلنا له ما تبقاش تعطي لي كادو ما قلنا والو. ما عندنا حتى شي ذره حقد ولا حتى شي غل في اتجاه هذاك السيد. حنا معلومات بارطاجات العالم كله وقدر يحللها كيف ما بغى. اللي بغيت نقول للناس سي كو ياسين وسهام تضرروا كثيرا. حبذا لو اننا نحطوا راسنا في بلاصتهم وحبذا لو اننا نعطيو الاخ المسلم ديالنا عذرا كما جاء في الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم التمس لاخاك المسلم عذرا وان لم تجد له عذرا فقل له عذرا. ما بالعكس ما عندناش حنا شي علاقه بالكونت ديال حمزه مون بيبي. حنا كباقي الناس ما عارفينش شكون هذا حمزه مون بيبي ولا شنو كيدير ولا هذا. فقط التواصل كان مع ياسين وسهام وانا اللي تواصلت معاه غنكون تواصلت معاه في المرحله ديال التحضير العقيقه. من بعد ما بقى عندنا حتى شي دخل. لا شوف هذا الشيء يقدر يكون بيرسونيل. انا في المحادثه ديالي مع دنيا باطمه من بعد ما وقع هذا الشيء قالت لي ما كانش عليهم حتى هي متفقه على انهم ما خصهمش يخرجوا. والناس كيقولوا بلي دنيا هي اللي قالت الناس خرجوا. دنيا في المحادثه الخاصه بيني وبينها قالت لي ياسين وسهام ما كانش اليوم يخرجوا يقولوا للعامه بلي راه مول الخاتمه شنو دار. اذا هي ما كانتش متفقه بتاتا ودنيا بعيده كل البعد على التاويلات. انا بغيت نفهم حاجه واحده، هل ستفنى الدنيا الا ما تكلمناش على دنيا؟ واش الناس غيموتوا واش ما غنلقاوش ماده نكتبوا عليها الا ما تكلمناش على دنيا؟ ما عرفتش. شوف هادو تاويلات. شوف اللي كيحسب بوحدو كيشيط ليه، اللي كيبقى يحسب بوحدو كيشيط ليه بزاف ديال الحوايج وكيطلع في الاخر خاسر وعند راسو بلي راه رابح. وكونتخيغ الا عرفتي دنيا عن قرب غتقول بلي ديك السيده يكفي انها تبارطاجي فقط هذاك الشيء اللي كدير والاعمال الفنيه اللي كدير، فما بالك انها هي غتقول لي سير عند هذا ونتكلموا ويخرج حمزه مون بيبي وهاد الهاله كامله. جو كخوا با يوسف الزروالي انسان اول مساله كيف ما بان له هو رايه صحيح يحتمل الخطا ورأينا خطا يحتمل الصواب اكيد.